استنزل الرزق بالصدق، استنزل الرزق بالنكاح، استنزل الرزق بالحج. هذه من وسائل إجرار الرزق على النفس. واستنزل الرزق بالصدقة، ادفع البلاء بالدعاء، ما نقص مال من صدقة. يقول والله إذا أعطيت أموالي تقل، بالعكس أموالك تزيد. ولا صدقة وذو رحم محتاج، رحمك يحتاج إليك، أول شيء يعطيه للرحم، لأنه ما يعتبر صدقة إذا أعطيت لمحتاج ورحمك محتاج وما أعطيت. شوفوا رب العالمين في الآية التي تلوتها عليكم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تدري رب العالمين شنو ده يقول؟ يعني يقول إذا أنت أنفقت دينار الله يعطيك 70,000،